ونشوف حسون واخونه. حسون بس لا تكشر خرب يومك يا الله. ما اعرف اقول لك امك ام اخوك انت خالك مرت ابوك كم اذن؟ 8 8 والله انت طبعا دائما تجيب الجواب المضبوط وعاشتك وجوابك خاطئ. يلا شباب، وهذا احمد عباس. احمد عباس عنده وياك سؤال اليوم. السؤال هو امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ابن؟ 8 8 وعاشت ايدك والله العظيم وجاوبت خطا. شكرا جزيلا. 100000 يعني اليوم عندنا حزوره لك ان شاء الله تجاوب عليها. على راسي ان شاء الله. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان عندها؟ هي امي اخت ابوي. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان عندها؟ وانا تهمت امي يلا تهمت خالي. كم ميزان عندها؟ ايش فيك انت ما تقول لي؟ 14 ميزان. 14 شنو امك اخطبوط صارت؟ اما وهاي نفس الشيء. ام الخير والبركه. يلا حسين عاد ها اها يلا ابو علي الله يساعدك. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ ها؟ شنو امك؟ كم ميزان عندها؟ كم ميزان؟ عاشت ايدك. غيمت الدنيا وصار الجو كلش حلو. وهسه ابو حسين اخونا ويانا وراح اسالك سؤال. السؤال يقول امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ 8 8 انت مأثر عليك هذا الاحمر تقول خذوا اخرون. هذا عباس الوحش مال السوق. عباس شو صلوات على محمد وال محمد. تشكيل مال فواكه. هذا كيوي بس وين اكو ربط فواكه وباجله مفلسه. اقول لك عباس انت السوق كيف جاي يشتكي من يمك من ورا السعر مالك؟ ليش؟ احنا نريد المواطن الفقير يعيش. يعيش؟ اي عشان نشتغل. اه والله طلعوا دعايه قالوا على اساس عباس الكبير يبوك بالوزن. ايه بس هو الله اللي يعلم. الله اي والله. اي والله. والنعم بالله. اي كله شيء تعلق بالاكراه. احسنت وفقك الله لفعل الخير يا هذا. ولولا. اقول لك لانه هل يا ترى ليته عندي لك سؤال واذا جاوب عليه راح تحصل عليه كيلوين برتقال وكيلوين تفاح. خوش حاج. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ والله يصيرون الحاليين امي. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ 8 يصيرون. والله شكرا جزيلا على مشاركتك. لا اعطينا صبر بعد. لا شرح حجي كله من اربيل. يا هو يجيني مو عندنا بلازما وهاي شو اسمه هذا من اربيل صادرات. انا اروح للموت. هذا منين منين؟ من اربيل. من ايدك للبرميل. ايه وشباب ورجعنا لكم. وشوف حمود اخونا هذا حمود تقصب وجاب كم الغذائيه مو هذا وسخ وجهك قاعد عارقون وازيه. اقول لك لا عيوني. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم مذن؟ كم مذن؟ اي امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم مذن؟ والله خلنا واحد يحسن بمكان ما اعرف. اه ما تعرف. وانت ابو علي؟ ابو علي. عيده بالله. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ كم ميزان؟ هو قل ايش كم خشم؟ هذا خشمه شو ايش كم بس ما خشم. الله الله احمد شو اقول لك؟ الله يرضى ان شاء الله. ها؟ وقعتك خشمه هيك تنفس ما خشمه يعني قصده خشمه انه خرخشت نغط. خليني تغم وجربي. تعرف ولا ما تعرفها؟ ولا كيف شيء؟ تعرف ولا ما تعرفها؟ فانت لا والله انا اقول لك الا واحد يجي يحسب له علي من يحسب. امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ 30 يحسبون وياك. اثنين يحسبون وياك؟ اي اثنين. ما اعرفهم. يلا يلا شكرا لكم. شكرا ما قصرتوا ان شاء الله جواب. اليوم صار لي هو طبعا ما نصور ويوم قلت تجريبي خلينا نشوف. صار لي مقطوع هو على المشتركين. اليوم عندي لك سؤال ابو حسين وانت هذا الازرق ما طول عزيز عيني قام يطلع بيه لبدا حتى ما يقولون نفسي توات نزل. هو بيوم اللي لبسه الله تجي. اي والله هذا مركز مال الشرطه. اكتب علي احترم تحترم. المهم اقول لك امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ شلون؟ امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ شلون يعني كم ميزان؟ كم ميزان؟ كم ميزانات عندها؟ امك ام اخوك اخت خالك مرت ابوك كم ميزان؟ اثنين؟ عاشت ايدك جوابتك صحيحه. تعال اجا تعال. خلصت وهاي شغلتي انا بيه طلاقات
شوي قرب علي رجال خلي يسمعوا الصوت شوي. انا ابي خلاطات، شوف هاي المثل، هذين الخلاطات، هاي مال مغسله، هاي استاذ يوسف يصنعهن وانا ساعدنا شويه بالبيع وبالمدري شنو. استاذ يوسف يصنعهن وهذا شوفوا مال مال التواليت وهاي الحمام مال شنو، هاي شغلتنا احنا انا استاذ يوسف. يعني احنا ما عارفين عملنا على مود اليوتيوب، اليوتيوب مجرد نزرع البسمة في وجوهكم. قرب شوية. ثانيا احنا صارنا وين مقطوعين. وبالنسبة للسؤال مال امك، ام اخوك، اخت خالك، مرت ابوك، كم مثل؟ كم مثال؟ هي امك وام اخوك واخت خالك تصير ومرت ابوك، يعني تصير اثنين اذان. يعني اثنين اثنين امك وام اخوك تصير وخالك وبرت ابوك، كم مثل؟ اثنين. فالبعض منهم حلوها والبعض منهم ما حلوها، ما اعرف، واحد يقول 8 واحد يقول 6. شكرا لكل من اشترك ولانا، وشكرا لكل من ساعدنا، وشكرا لكم، ولا تنسونا باللايكات والاعجابات.